بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين المصطفى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيسعدني في هذا اللقاء المبارك أن أقرأ لكم إخوتي المشاهدين من كتاب جميل جدا بعنوان أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي رحمة الله عليه، وهذا هو غلاف الكتاب. الإمام كتاب أدب الدنيا والدين، تأليف الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي، المتوفى سنة 450 للهجرة النبوية الشريفة رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين. أقرأ لكم إخوتي المشاهدين تحت عنوان فوائد الفأل وتأويله بأحسن تأويل. فأما الفأل، قال الإمام رحمة الله عليه، فأما الفأل ففيه تقوية للعزم وباعث على الجد ومعونة على الظفر، يعني النصر. فقد تفاءل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وحروبه، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال: أخذنا فألك من فيك، يعني من فمك. وكما يقول إخوان المصريون، يقولون مثل رائع جدا، قال: الملافظ سعد، يعني اللي بيتكلم كلام طيب قد كلامه يسعده، لأن الكلام سعد سبحان الله. الذي ينتقي أطيب الكلام يتفاءل من حوله به. نعيد الحديث. قال: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال: أخذنا فألك من فيك، يعني من فمك. فينبغي لمن تفاءل أن يتأول الفأل بأحسن تأويلاته، يعني تفسيراته، ولا يعجل لسوء الظن على نفسه، ولا يجعل لسوء الظن على نفسه سبيلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البلاء موكل بالمنطق. حكي أن يوسف عليه السلام شكى إلى الله تعالى طول الحبس، فأوحى الله تعالى إليه: يا يوسف، أنت حبست نفسك حيث قلت: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني كأنه يقول: لا، فما طلبته أعطيناك إياه، أنت قلت رب السجن أحب إلي، ولو قلت العافية أحب إلي لعوفيت. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن علمنا دعاء عظيما: من واظب عليه ربنا عز وجل يعافيه في الدنيا والآخرة. وهو دعاء جامع لمعان عظيمة، وهو قوله: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وحكي أن المؤمل بن أميل الشاعر لما قال يوم الحيرة: شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له بصر فعمي. الله عافينا، يعني كأنه تمنى أن يكون أعمى، فأول ما قال هذا البيت أصابه العمى على طول. الله عافينا.
فأتاه آت في منامه فقال له: هذا ما طلبت. شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له بصر. فعمي، الله عافينا، فأتاه آت في منامه فقال له: هذا ما طلبت. وحكي أن الوليد بن يزيد ابن عبد الملك تفاءل يوما في المصحف، فخرج له قوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فمزق المصحف وأنشأ يقول: أتوعد كل جبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب خرقني الوليد. الله أكبر، يمزق المصحف ويقول له هذا الكلام: إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب خرقني الوليد. فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتله، وصلب رأسه على قصره. الله أكبر، انتقم الله منه أنه استهان بالمصحف كتاب الله عز وجل. صلب رأسه على قصره ثم على سور بلده. الله أكبر، نعوذ بالله من البغي ومصارعه، نعوذ بالله من البغي يعني الظلم ومصارعه، والشيطان ومصايده، وهو حسبنا، الله حسبنا، وعليه توكلنا، وإليه ننيب سبحانه وتعالى. ويسرني إخوتي المشاهدين أن أقرأ لكم أيضا تحت عنوان في المروءة، معنى المروءة وشرائطها، المروءة من الأخلاق الطيبة. قال الإمام الماوردي رحمة الله عليه: اعلم أن من شواهد الفضل ودلائل الكرم المروءة، التي هي حلية النفوس، حلية النفوس المروءة، وزينة الهمم. والمروءة، ما هي المروءة؟ عرفها الإمام الماوردي فقال: مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها. يعني قال في الهامش هنا في الحاشية، يقول: الضمير في تكون راجع إلى النفوس، يعني مراعاة الأحوال إلى أن تكون النفوس على أفضل الأحوال. ويؤيده قوله في أول الصفحة التالية: فثبت أن مراعاة النفس على أفضل أحوالها هي المروءة. قال: المروءة هي مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها، يعني النفوس تكون على أفضل الأحوال، حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد، ولا يتوجه إليها ذم باستحقاق. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته. وقال بعض البلغاء: من شرائط المروءة أن يتعفف العبد، أن يتعفف العبد عن الحرام، ويتظلف عن الآثام. يتظلف أو يتصلف، يعني يتنزه ويبتعد، يتنزه ويبتعد عن الآثام، هذه من المروءة. وينصف في الحكم ويكف عن الظلم. ينصف يعني العدل، الإنصاف والعدل. وينصف في الحكم ويبتعد عن الظلم، يطمع ولا يطمع فيما لا يستحق. من المروءة أن لا تطمع فيما لا تستحق أيها السامع، ولا يستطيل على من لا يسترق، ولا يعين قويا على ضعيف، ولا يؤثر دنيا على شريف، ولا يؤثر دنيا على شريف، ولا يسر بما يعقبه الوزر والإثم. لا يسر، يعني لا يضع في سره وقلبه ما يعقبه
ويعقبه الوزر والإثم، لأن الله عز وجل ينظر إلى القلوب. يعني إذا أنت أيها الإنسان جملت ظاهرك للناس، فيجب عليك أيضا أن تجمل قلبك لله عز وجل، لأن القلب محل نظر الله عز وجل، أما الظاهر فهو محل نظر الناس. فعلينا أيضا كما نجمل مظاهرنا أن نجمل جواهرنا وقلوبنا، ونطلب من الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص لله له سبحانه وتعالى. قال: ولا يؤثر دنيا على شريف، ولا يسر بما يعقبه الوزر والإثم. ولا يفعل ما يقبح الذكر والاسم. وسئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة، ما الفرق بين العقل والمروءة؟ فقال: العقل يأمرك بالأنفع، والمروءة تأمرك بالأجمل. ولن تجد الأخلاق على ما وصفنا من حد المروءة منطبعة، ولا عن المراعاة مستغنية، وإنما المراعاة هي المروءة، لا من طبعت عليه النفوس من فضائل الأخلاق، لأن غرور الهوى ونازع الشهوة يصرفان النفس أن تركب الأفضل عن من خلائقها والأجمل من طرائقها، ولو سلمت منهما، وبعيد أن تسلم، لما استكملت شرف الأخلاق طبعا، ولا استغنت عن تهذيبها تكلفا وتصنعا. قال الشاعر: من لك بالمحض وليس محض، يخبث بعض ويطيب بعض. المحض يعني الصافي، ليس هناك إنسان صافي 100% إلا ما كمل من الأنبياء عليهم السلام، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن ليس هناك إنسان معصوم إلا الأنبياء. وبما أن عصر الأنبياء قد انتهى وختموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا الناس الموجودين الآن على وجه الأرض كلنا خطاء، ليس هناك إنسان معصوم. والشيء بشيء يذكر، الأولياء موجودون في كل زمان، وبما أن الأولياء ليسوا معصومين، أقول خيرهم هو الذي يغلب شرهم، يعني حسناتهم أكثر بكثير من سيئاتهم. فقد قال بعض أهل العلم أن العصمة في الأنبياء أصلية، أما في الأولياء فعرضية. يعني قد يكون هناك إنسان بتوفيق الله عز وجل يعصمه الله عز وجل، لأنه يطلب من الله أن يعصمه الله، يدعو الله أن يعصمه الله عز وجل عن يعني عن كبائر الذنوب، وأن يرزقه حسن الأخلاق، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، أن نقول في الدعاء: يا رب اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فإذا استجاب الله عز وجل هذا الدعاء، الله عز وجل يرزق هذا الإنسان الداعي، هذا العبد المخلص لله عز وجل، يرزقه حسن الأخلاق، وقد يعصمه من كثير من الخطايا. فلذلك كانت العصمة في الأولياء عرضية، أما في الأنبياء فهي أصلية، فالأنبياء يستحيل عليهم أن يعصوا الله عز وجل، أما الأولياء فقد يزل زلة. قال عز وجل أن الله عز وجل حكى لنا في القرآن، قال أنه يغفر الذنوب، يغفر، يعني أن الأولياء معصومين من الكبائر إلا اللمم، إذن هناك ذنوب صغائر، وكلما استغفروا غفر الله لهم. وكما ورد في الحديث: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. هذا معنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل هنا كلام الإمام الماوردي رحمة الله عليه.
قال: من لك بالمحض وليس محض، يخبث بعض ويطيب بعض. إذن الإنسان، هناك كل إنسان فيه أخلاق طيبة وفيه أخلاق سيئة. الذي يغلب خيره شره يكون بين الناس من الصالحين إن شاء الله. قال: ثم لو استكمل الفضل طبعا، يعني طبيعة فيه وفي نفسه، ثم لو استكمل الفضل طبعا وفي المعوز أن يكون مستكملا، يعني قد يعني نادر أن يكون الفضل عند الإنسان مستكملا. ليس هناك إنسان فاضل كله إيجابيات 100%، كما قلنا أنه كل إنسان له إيجابيات وله سلبيات. قال: ثم لو استكمل الفضل طبعا وفي المعوز أن يكون مستكملا، لكان في المستحسن من عادات دهره والموضوع من اصطلاح عصره، من حقوق المروءة وشروطها ما لا يتوصل إليه إلا بالمعاناة، يعني المجاهدة، ولا يوقف عليه إلا بالتفقد والمراعاة. فثبت أن مراعاة النفس على أفضل أحوالها هي المروءة، أن تجعل نفسك في أفضل أحوالها، هذه هي المروءة. وهذا يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة ومكابدة، فكما نعلم أن النفس لها درجات. أولا تكون نفسا أمارة بالسوء، ثم إذا جاهدها صاحبها واستعمل معها المجاهدة والعقاب والثواب وحاسب نفسه وارتقى في المنازل، منازل السائرين إلى الله عز وجل والدارجين في السلوك إلى مقامات الأولياء والصالحين والسائرين إلى الله عز وجل، عندما يجاهد هذه النفس الأمارة تصبح نفسا لوامة، كلما أخطأ تلومه نفسه وترجعه إلى الصواب وتحثه أن يرجع إلى جادة الصواب والطريق الصحيح. ثم إذا أيضا سار وسار وجاهد نفسه أكثر يصل إلى مرحلة النفس المطمئنة، وهناك أيضا أعلى من النفس المطمئنة وهي النفس الراضية، وهناك أعلى وهي المرضية. قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال هنا الإمام رحمة الله عليه: فثبت أن مراعاة النفس على أفضل أحوالها هي المروءة، وإذا كان كذلك فليس ينقاد لها مع ثقل كلفها إلا من تسهلت عليه المشاق رغبة في الحمد وهانت عليه الملاذ، يعني الأشياء الشهوات، هانت عليه الملاذ حذرا من الذم. ولذلك قيل: سيد القوم أشقاهم. وقال أبو تمام الطائي، شوف سيد القوم أشقاهم، لذلك بعض الحكماء قال: يا أخي لا تكن رأسا، يعني لا تكون رئيس القوم، فالرأس كثير الأوجاع. بعض الناس يفكر أن السيادة والزعامة يعني شيء مغنم له، بل بالعكس، كلما ازداد منصبه كبرا وعظما زادت مسؤولياته ومحاسبته عند الله عز وجل. فلذلك كما قال ها هنا الإمام الماوردي رحمة الله عليه، قيل: سيد القوم أشقاهم. قال أبو تمام الطائي: والحمد شهد لا يرى مشتاره يجنيه، والحمد شهد يعني عسل، والحمد شهد لا يرى مشتاره يجنيه إلا من نقيع الحنظل، غل لحامله ويحسبه الذي لم يويه عاتقه خفيف المحمل. والحمد شهد لا يرى مشتاره يجنيه إلا من نقيع الحنظل، غل لحامله ويحسبه الذي لم يويه عاتقه خفيف المحمل. وقد لاحظ المتنبي ذلك في قوله: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال.
لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. يعني لولا التعب والمشقة وأن السيادة تحتاج إلى تعب ومجاهدة ومصابرة لأصبح كل الناس أسيادا. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر، يعني الكرم والجود يفقر لأنه ينفق نفقة عظيمة الكريم والجواد. الجود يفقر والإقدام قتال، يعني الشجاعة المقاتل الشجاع قد يقتل. فلذلك قال الإمام المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. إذن الصعود إلى القمة صعب ومجاهدة، ويحتاج إلى مجاهدة ومصابرة ومشقة، ليس الصعود سهلا كالنزول. لذلك من يريد أن يرتقي عليه أن يجاهد نفسه أولا، إذا تغلب على نفسه وانتصر عليها هنا يبدأ في طريق النجاح. أما إذا أتبع نفسه هواها فهو العاجز وهو الخسران، الله عافينا. وقال المتنبي أيضا: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال الإمام الوردي رحمة الله عليه: والداعي لاستسهال ذلك شيئان، يعني الاستسهال إلى الوصول إلى المروءة، وهي أن تكون نفسك على أحسن أحوالها. قال: إذا يعني أردت أن تحصل على ذلك شيء عليك بشيئين اثنين، أحدهما علو الهمة يعني النشاط، والثاني شرف النفس. فعلا لو تفكرنا، انتهى هذا الباب، انتهى كلام الإمام الماوردي رحمة الله عليه. لو تفكرنا، كل الناجحين في العالم وفي التاريخ كان عندهم علو همة وصبر ومصابرة، وصبر عظيم حتى وصلوا إلى هذا النجاح العظيم. من ليس عنده همة لا يطمع أن يكون سيدا، ولا يطمع أن ينجح في الدنيا والآخرة. أما الذي عنده همة ونشاط وقوة وعزيمة، ويستطيع أن يواصل في الطريق وفي المنازل، ويثابر ويصابر وينطلق نحو هدفه الذي وضعه. على فكرة يجب عليك أن تضع لك هدفا أولا. لا يصل إلى النجاح من يعيش سبهللة ولا يخطط ولا يعرف كيف يعيش، ولا يعني هكذا على البركة. خطأ هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في معركة بدر، نجد أنه مثلا خططوا للمعركة، هو والصحابة رضوان الله عليهم، مثلا بنوا له عريشا، بنى له عريش. وجاء صحابة كثير منهم، صحابة يعني فكروا أيضا، وأخذ بمشورتهم النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أولا جيش النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، قبل أن يقدم يعني يتصل قريش، جيش قريش نزل في منزل معين، فجاء صحابي نسيت اسمه الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا المنزل منزل أنزلكه الله عز وجل، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الحرب والرأي والمكيدة. قال: يا رسول الله، هذا ليس بمنزل. شوف أدب الصحابي، كيف أنه تأكد أولا أن هذا المنزل لم يأمره الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيه. فلو أن يعني المسلم دائما إذا بلغه أن هذا أمر الله عز وجل لا يتردد ولا يناقش، فالمسلم مستسلم لأمر الله عز وجل، يطيع الله عز وجل، يطيعه ولا يناقش ولا يجادل. فعندما تبين لهذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اجتهد واختار هذا المكان، قال: يا رسول الله، هذا ليس المكان، ليس مناسبا، معنى الكلام. قال له: يا رسول الله، اقترح، يعني يقترح ويشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقترب من عين ماء بدر، من ماء العين، عين بدر، وينصب خيامهم هناك، ويدفن العيون الأخرى. يخطط هذا الصحابي، إذن هناك تخطيط وهناك هدف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورته، واقتربوا من عين ماء بدر،
يعني طمروا ودفنوا العيون الأخرى، وبالفعل نجحت هذه الخطة. فلما وصل جيش قريش في معركة بدر قبل أن تبدأ المعركة كانوا عطشانين، لأنهم سافروا عدة أيام في الصحراء ونفد ما معهم من ماء، والعطش في الصحراء شيء مهلك ومتعب. فعندما وصلوا أجدوا، أخذوا يبحثون عن الماء، لم يجدوا. العين الوحيدة التي هي التي موجودة عند الجيش الصحراء الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت إحدى العوامل في هزيمة قريش. إذا نستنتج أن أي إنسان يريد أن ينجح في حياته في الدنيا والآخرة، أول خطوة أن يضع هدف ويخطط للوصول إلى هذا الهدف. فهنا الإمام الماوردي رحمة الله عليه لما تكلم عن المروءة، آخر شيء ختم هذا الباب بأن عليك أيها العاقل إذا تريد أن تصل إلى المروءة، وهي كما عرفها أن تكون على أفضل أحوال النفس ودرجات الأخلاق العالية والحسنة، عليك بشيئين اثنين إذا تريد أن تصل إلى المروءة. أولها علو الهمة، الهمة والنشاط والمصابرة والمجاهدة والمثابرة والمواصلة. والثاني أن أولا أن علو الهمة، والثاني هو شرف النفس. أنا أفهم من هذه الكلمة شرف النفس أن يبحث الإنسان عن الأخلاق الأخرى الحسنة ويؤصلها في نفسه ويحاول أن يتخلق بها. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. نستنتج أن الأخلاق ممكن أن تكتسب، ليس الإنسان هكذا يخلق ويموت بنفس الأخلاق. لا، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في البدء في الجاهلية، وكلما دخل واحد فيهم في الإسلام تغيرت أحواله وحسنت أخلاقه واتبع تعاليم هذا الدين العظيم. إذن لو فكرنا بعقولنا أن الإنسان يطبع بطبيعة معينة وأخلاقه لا تتغير، هذا منهج الفاشلين. أما يعني عقلا، يعني إذا كنا نعتبر أن الإنسان أخلاقه لا تتغير وطبيعته، كما يقول بعض علماء النفس المعاصرين أن الإنسان يعني تتأصل أخلاقه وسلوكه وطبيعته في طفولته ثم يبقى هكذا إلى آخر عمره، هذا الكلام فارغ. لأن الإنسان ممكن أن يتعلم، ممكن أن يتحسن، ممكن أن يتبع مناهج معينة وطرق في التفكير وطرق في السلوك فيحسن من نفسه. لماذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب؟ إذا الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني أنه أرسله بالكتاب والحكمة ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذه الأمة وجميع الأمم السابقة، ما أرسل الله عز وجل هذه الرسل إلا ليأمر كل رسول بأن يزكي أمته ويعلمهم. إذن الإنسان، نستنتج أن الإنسان ممكن أن يتعلم، ممكن أن يتزكى، ممكن أن يترقى. فأنا نسأل الله عز وجل أن ينفعنا الله عز وجل بما قلنا، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم تقبل منا يا ربنا، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.